ان لما تحاول تهدب لا تعطي امر الهدف قدر ما انك تعطيه فرصه يهدب. احنا نخوض وانا اعطيه فرصه يسرع بخاب، هو مع الوقت بده يقول يا ولد هذا بطيء احسن لي من خاب سريع. من يومي هذا بهدف سريع او بطيء او هدف قد ما معقول لا ترجع خاب. كانما انك اعطيته فرصه يهدب هو اختار يهدب. وهني ذات هذه لانك ان لما تحاول انت تهدب الحصان يتلخبط تعسيف. لكن لما الحصان نفسه يخرب بعد الهواء عشان هو زاد الهواء لو زاد وصل هذا ما امر امر بالهذا بس وقت ما رجع. ليش؟ لو امرت بالهذا خاصه البدايات يعني ثلاث ارباع الطاقه راحت بالاوامر تمام دي هذه خطوتين هم وقف المقصد. لكن لما تبغى تحرك انت ما قلنا عندك عده خطوات يعني قاعد تحرك بالصوت لها فقط عندك التوجيه عندك الرجول عندك النتج يعني وانت ماشي قدام مع التحريك قدام خذ درج لك احنا طحنا تروح يسار شيء صح؟ بعد شو بتروح يمين بعد شو بتروح يسار ولا انت تتوقف عن التوجيه اللي عندك ان الحركه دي الرجول والصوت والنتج الاول ثم من يومي هذا بتوقف عن جميع الامور يصير بده يقول يا ولد بختار الهدف دائما في الحاله دي قدم النتج على اللسق اللسق على اخر خيار انت بطرف العنان انت مع التحريك انت باليسار اليسار اليسار اليد اليسرى من الخبط ثاني هدف وإذا هدف طريقة أنت تقول روح أنت أنت بيسار أنت بيسار أقوى 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 لازم يحس بالفم ما عليك من شكل الناتج لازم فمه يحس بالناتج إذا حس له تعب إذا هدد ووقف كذا خذ لفة كاملة يسار أو يمين لفة كاملة مع النتج مع النتج أنت يمين أنت يمين أنت يمين أنت يمين ممتاز اللي هو لما يهدد تسوي لك وقف الناس قلت هربا شنع ولا بلعب مو مشكلة العب وانت لف ما يدي العب يا دقة مرة اللي في سارة اللي تبغى بعد ريح شوي خليك على خوابك العادي يا هذا بحلو لما يهذب